بسم الله الرحمن الرحيم احب اقدم لكم يعني صديقي واخويا من حوالي كام من حوالي 45 سنه يعني كنا زمايل في سويسرا و انا علاقتي بيه ابتدت فعلا بالمقالات والكتابه والحاجات دي فكان عندنا مجله اسمها الانباء كانت مجلة الطلبة العرب ابتديناها سنة 58 وجالنا في السبعينات في 73 جالنا يحيى وصل من مصر واشترك في الأسرة بتاعت المجلة بالمقالات بتاعته فنشاطه في الكتابة كده أحسن؟ طيب فبقول أول علاقتنا ابتدت في سنة 73 وكان عندنا مجلة الأنباء هي مجلة الطلبة العرب ويحيى جالنا وقتها سويسرا وابتدينا مع بعض رحلة طويلة فمن أيامها وهو بيكتب مقالات وبيكتب حاجات فعلاقتنا قديمة جدا أهم حاجة بالنسبة لنا إن يحيى لما رجع قعد يبحث في حاجات كتير علاقة السويسريين بمصر وعلاقة مصر بالسويسريين وقعد يدرس في مواضيع هامة جدا تورينا وجه لسويسرا احنا ما نعرفوش وهم ما يعرفوهوش يعني مع ان دي حاجة مهمة جدا 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 الكلام اللي هيقوله لنا النهارده والبحث اللي هو عمله فان شاء الله هتشوفوا ان المدخل بتاع القديس موريس ده هيدخلنا في عالم جديد وهنشوف سويسرا بعين مختلفه خالص. اتفضل. شكرا. مساء الخير ومتشكر على حضوركم وان شاء الله ما اطولش عليكم. شكرا لتقديمك دكتور ابراهيم. الموضوع باختصار بتكلم عن جزء كبير جدا او جزء مهم جدا من تاريخ المشترك بين مصر وسويسرا اكتشفته بالصدفة الحقيقة. انا كنت اعرف تقريبا القديس موريس اللي هو سان موريس او سان موريتس بتاع الانكادين كنت فاكر هي دي القصة وبعدين حبة حبة ابتدي اكتشف ان القصة دي اكبر من كده كتير ومن خلال لقاءات مع الدكتور إبراهيم اكتشفت زوايا تانية كبيرة للقصة وبعدين لما ابتديت في شغل في كتاب كنت عملته من سنة لقيت الموضوع أكبر من كده كتير ويستاهل إن هو يتفرد له جزء لوحده من الدراسة. لما نبتدي مع بعض نبتدي مع بعض نرجع نقول ايه بداية العلاقة بين مصر وسويسرا. مصر وسويسرا كانوا الاثنين جزء من الامبراطورية الرومانية من اول ما الامبراطورية الرومانية دخلت سويسرا سنة 50 قبل الميلاد وبعدين دخلت مصر سنة 30 قبل الميلاد وبعدين الامبراطورية الرومانية الغربية انهارت سنة 476 فمن سنة 30-476 كان مصر وسويسرا الاثنين جزء من امبراطورية واحدة. كان الامبراطورية الرومانية نظامها في التجيش الجيوش ان هم طبعا بيجندوا جنود من كافة انحاء الامبراطورية وكانوا بينقلوا الجنود من مناطق بعيدة لمناطق تانية علشان يمنعوا وجود اي تعاطف بين الجنود وبين اهل المناطق وبعدين الامبراطورية الرومانية لما اتقسمت جزئين غربية وشرقية استمر برضو التعاون بين الامبراطور اللي في الامبراطورية الغربية مع الامبراطور الاخر في الامبراطورية الشرقية في كافة المجالات بما فيها الدعم بالقوة العسكرية لما الطرف الاخر يحتاج دعم. هو ده اللي حصل في القصة اللي بنتكلم عنها. مصر كانت جزء الامبراطورية الرومانية. كان في كتيبة او فرقة مش كتيبة في مدينة طيبة اللي هي حاليا الأقصر مكونة من 6000 جندي مصري مسيحي
الفرقة حوالي 6000 أو 6600، وفي مراجعة بتقول 6666. الفرقة فيها كتائب، كل كتيبة حوالي 500 أو 550 جندي. كان في كتيبة من الكتائب دول القائد بتاعها مصري اسمه موريس، مولود تقريبا سنة 250. أيام سنة 286 كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية عندها مشاكل مع التمرد، يعني مع بعض السكان، فالإمبراطور بتاع الإمبراطورية الرومانية الشرقية ماكسيميان طلب معونة ديكلاديون اللي هو إمبراطور الإمبراطورية الشرقية، فأصدر أمر للكتيبة أو الفرقة اللي في طيبة اللي هم 6600 جندي دول إن هم ينتقلوا لمساعدة الإمبراطور ماكسيميان. سمعيني كويس؟ في أوروبا أو في الإمبراطورية الرومانية الغربية. سابوا 6600 جندي المصري دول، سابوا بيوتهم وسابوا أهليهم وزوجاتهم وأولادهم وأعمالهم كل شيء، وركبوا مراكب نيلية ووصلوا لغاية الإسكندرية، وركبوا سفن ونزلوا في شمال إيطاليا في مدينة اسمها أو بلد صغيرة اسمها ليجوريا. في مصادر بتقول إن هم نزلوا في الجنوب شوية، بس يعني القصص المعتمدة كلها بتقول ليجوريا. ومن هناك توزعوا، شوية فرق راحت في شمال إيطاليا وفرق تانية استمرت شمالا لغاية يعني اخترقوا سويسرا كلها وألمانيا لغاية شمال ألمانيا. من الفرق دول في فرقة أو اتنين اتمركزوا في جنوب سويسرا في المنطقة اللي النهاردة بنسميها الفالي. دي الخريطة اللي بتبين المراكز الرئيسية على امتداد القارة الأوروبية كلها من شمال إيطاليا لغاية شمال ألمانيا تقريبا، اللي اتوجدت فيها أثار للفرقة الطيبية. لما نبص على خريطة سويسرا الجزء الجنوبي اللي هيتعرف منكم على البحيرة بتاع جنيف أو لاك ليمون، على اليمين في الوادي اللي بيتكون فيه نهر الرون وبعدين بيصب في بحيرة جنيف وبعدين يكمل لغاية لما ينزل في البحر المتوسط من فرنسا. في الجزء اللي أنا معلمه على الخريطة ده هي دي المنطقة اللي اسمها النهاردة، كان اسمها أجاونوم، النهاردة اسمها سان موريس في الفالي. اختلفت القصص، مش اختلفت، اختلفت التفاصيل شوية في ايه اللي حصل للفرقة. على فكرة في غلطة هنا، هو دايما بتتقال الناس بتقول الكتيبة الطيبية على الفرقة كلها، كل ما يجيبوا ذكر الفرقة الطيبية يقولوا الكتيبة الطيبية. هي الفرقة عبارة عن كتائب، فالشهرة اللي اكتسبتها الكتيبة الطيبية في الفالي اللي هحكي لكم قصتها دلوقتي طغت على الفرقة كلها، فبقى يرمز للفرقة كلها باسم الكتيبة الطيبية. فهنحاول واحنا بنتكلم دائما نصلح النقطة دي. حصل ان الامبراطور ماكسيميان طلب من الجنود كلهم ان هم يجتمعوا علشان يقدموا القرابين للآلهة الرومانية. في قصص بتقول ان المراسم دي كان في جزء منها بيتضمن تعذيب لأسرى مسيحيين او تنكيل بيهم او قتلهم. القصص بتختلف، في ناس بتقول ان الاحتفال ده كان بعد قمع التمردات، في ناس بتقول الاحتفال ده ما كانش فيه تعذيب للمسيحيين بس هو تقديم القرابين للآلهة الوثنية. فالاختلافات البسيطة دي ما تأثرش النتيجة النهائية اللي هي ان الكتيبة ده رفضت انها تنصاع لأمر الامبراطور ماكسيميان وانعزلوا على جنب وما اشتركوش في المراسم. الامبراطور ماكسيميان لما سمع الكلام ده وشاف التمرد بتاع الجنود دول عليه وعلى الامر بتاعه فصار جدا، وامر باعدام واحد من كل 10 من الفرقة من الكتيبة الطيبية. الناس ما غيروش رأيهم وتمسكوا بإيمانهم، بالعكس بقوا يشجعوا بعض على إنهم ما يتخلوش عن موقفهم، وتم تنفيذ الحكم الإعدام فيهم. ورغم كده برضو رفضوا إنهم ينفذوا أمر الإمبراطور ماكسيميان.
صار جدا وأمر بتنفيذ الحكم مرة تانية، فنفذوا الحكم فيهم مرة تانية. اللي فاضلين خدوا واحد من كل 10 وأعدموا منهم واحد. بعد تاني مرة في مصادر بتقول إن حصل إن القائد بتاع الكتيبة علشان يوقف سفك الدماء ده بعت رسالة أو كلم الإمبراطور ماكسيميان بيجدد له فيه الولاء له، بيقول له احنا جنودك وننفذ لك امرك في كل حاجة، بس فوق مننا كلنا في رب احنا بنطيعه وما ما 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 نقدرش نخالف تعليم الهنا وما نقدرش نعمل شيء يعارض ايماننا. فكانت ثورته عارمة للاعتراض الصارخ الصريح لأمره دول لأمره، فأمر بإعدام الكتيبة كلها 501 أو 550 واحد. الأمر بتاعه سرى على الفرقة بحالها اللي هم 6000 واحد اللي كانوا متوزعين في أوروبا من أول شمال إيطاليا لغاية شمال ألمانيا. تمت مطاردتهم في مناطق كتيرة جدا وتم القضاء عليهم. مش معروف بالتحديد طبعا إذا كان اللي ماتوا 6600 واحد ولا لأ، بس في قصص وفي مصادر بتكتب أسماء بالأرقام، بتحدد أرقام مئات. إذا كان الكتيبة اللي في الفالي دي أعدمت كلها فإحنا بنتكلم على 500 واحد. الاختلاف في العدد مش هيضر القضية. القضية إن في ناس أمنوا بقصتهم وأمنوا باعتقادهم ووقفوا جنبهم ومنصعوش لأي تهديد. والقصة دي كانت لها تأثير كبير على انتشار المسيحية بعد كده. كان فيها قصص كتيرة فيها معجزات حصلت أثرت على الناس السكان في المناطق المحيطة بالأحداث دي كلها. وفي ناس كتير من التاريخيين بيقولوا أنها عززت من سرعة انتشار المسيحية في أوروبا، اللي بعد كده زي ما هنشوف سنة 313 الإمبراطورية الرومانية اعترفت أو مش لا اعترفت بالديانة المسيحية، ما بقتش تجرم المتابعين لها. وسنة 380 بقت الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. في قصص مرتبطة بالأمر ده، دي صورة يعني طبعا الأمر ده اتخلد في لوحات كتيرة جدا وفي تماثيل وفي قصص، يمكن اتضاف عليه شيء من المبالغة في الأساطير زي ما بيتقال في القصص الدينية دايما ممكن يكون في مبالغات، بس لو شلنا المبالغات دي برضو القصة معناها السامي الكبير ما بيقلش أبدا. النهاردة القديس موريس قديس معترف به في معظم الكنائس العالمية، الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية وكنيسة اسكندرية. هو أشهر قديس على الإطلاق في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. كان القديس الراعي لكثير من العائلات الرومانية ومن عائلات المالكة في أوروبا لغاية بداية القرن العشرين، آخر حاجة مسجلة. في النهاردة مئات من الكنائس والإبراشيات والكاتدرائيات باسمه، في ومؤسسات باسمه، في بلدين أو متسميين على اسمه، موريشيوس وموريتانيا، غير 70 بلدة وقرية ومكان، أو أكتر من 70 واحد في العالم كله. الشجاعة اللي أبدتها الكتيبة الطيبية في موقفها والتضحية اللي قدموها بأرواحهم علشان إيمانهم خلتهم يكونوا مثال لشرف الجندية. وعلى هذا الأساس يعني كان اتعمل مذبح في الفاتيكان باسم القديس موريس، وهو كرمز للجندي المثالي بقى تعميد الملوك بيتم على المذبح ده. وفي ميداليات كتيرة، ميداليات شجاعة وسمة في الجيوش زي مثلا سلاح المشاة في الولايات المتحدة، أعلى وسام عنده اسمه وسام القديس موريس. هما
النهاردة يعني ما بين الحاجات التانية برضو حاجات كتيرة جدا باسم القديس موريس، وهو القديس الراعي للحرس الباباوي بتاع الفاتيكان، والقديس الراعي للنمسا وسردينيا. هقول شوية قصص من القصص الكتيرة، هقول أشهرها اللي هي بتنتمي لقصة الكتيبة الطيبية. اللي راح منكم مدينة زوريخ هيتعرف على الصورة دي. دي أشهر كنيسة موجودة في مدينة زوريخ، اسمها الدير الكبير أو جروس مينستر. الدير الكبير ده قصته، قصة بناؤه بترجع لثلاثة من الكتيبة الطيبية. واحد اسمه فيليكس وأخته ريجولا، وتابع معهم اسمه إكسوبرانتوس. القصص بتقول إن هم كانوا موجودين مع الكتيبة الطيبية في الفالي، وهربوا لما حصلت المذبحة ده. اتجهوا شمالا لغاية لما وصلوا لمدينة زوريخ، واتقبض عليهم هناك، وبعد تعذيبهم علشان يتخلوا عن دياناتهم وبعد إصرارهم على التمسك بدياناتهم، تم إعدامهم على الضفة الشرقية لنهر الليمات، مكان ما اتقبض عليهم. الإعدام تم بقطع الرأس. القصة بتقول إن الثلاثة كل واحد بعد ما رأسه اتقطعت قام وشال رأسه في إيده ومشوا على الضفة حوالي 30-40 متر، ووقعوا في مكان تل يعني كده. المكان ده يعني توفوا فيه، وعليه اتبنى يعني مش عايز اقول كنيسة، في الأول كان مزار صغير وبعدين كنيسة، وبعدين في القرن التاسع الامبراطور شارلمان كان موجود في المنطقة دي وسأل عن المدفن ده أو الكنيسة الصغيرة دي. فلما عرف القصة وعرف قيمة الناس دول، أمر ببناء الدير ده، دير جروس مينستر. بعد كده اتبنى. لما نبص على الباب الصغير اللي على اليمين ده اللي أنا عامل عليه السهم، هنلاقي عليه صورة الثلاثة فيليكس وريجولا إكسبورانتوس، كل واحد ماسك راسه. الصورة دي بعد كده بقت هي الطابع الرسمي لمدينة زوريخ. دي جدارية معمولة على المبنى الرئيسي بتاع الشرطة في مدينة زوريخ، عليه نفس الجدارية بتاعت فيليكس وريجولا وإكسوبرانتوس. الختم الرسمي بتاع دولة زوريخ لغاية النهاردة بيحمل الصورة بتاعت الثلاث شهداء المصريين. فيليكس وريجولا وإكسوبرانتوس النهاردة قديسين معترف بهم في الكنيسة القبطية والكنيسة الرومانية. هم القديسين الرعاة لمدينة زوريخ لغاية النهاردة. كان بيحتفل بالعيد بتاعهم يوم 11 سبتمبر. اختيار يوم 11 سبتمبر كان لأن 11 سبتمبر هو 1 توت بداية السنة القبطية المصرية. فضل الاحتفال ده في نفس التاريخ لمدة لغاية لما حصل حركة الإصلاح الديني سنة 1522، وتم يعني بطلوا من الاحتفال ده. إنما فضل ذكرى في احتفال تاني بيقام برضو في نفس التاريخ في زوريخ لمدة 3 أيام للرماية للشباب اسمه كنابنشيسن. اللي يروح زوريخ هيلاقي فيه في نهر اللي مات فيه لانشين رايحين جايين بيعملوا جولات سياحية، واحد منهم هتلاقوه اسمه فيليكس والتاني اسمه ريجولا. مدينة زوريخ اللي يعرفها دي بحيرة زوريخ اللي تحت، ونهر اللي مات طالع لفوق من الجنوب للشمال. لما نقرب شوية عند تاني كوبري بعد البحيرة هنلاقي الثلاث كنايس اللي احنا بنتكلم عنهم. اللي على اليمين الأولانية دي اللي على البر على طول اسمها فاسر كيرشة أو كنيسة الماء، دي اتبنت على الموقع اللي تم إعدام فيليكس وريجولا وإكسبرانتوس فيه. فوق منها ب30-40 متر زي ما قلنا الكنيسة التانية اللي هي جروس مينستر اللي بناها شارلمان، واللي في الأول اتدفن فيها الجسامين بتاعتهم. وبعدين على الضفة الغربية اتبنت بعد كده فراو مينستر أو دير السيدة اللي اتنقل فيه رفات
الشهداء المصريين بعد كده. اللي بينهم ده اسمه كوبري فاسر بروك، كوبري الماء. كان بيقام احتفال سنوي بيتم فيه نقل الرفات في موكب كبير بيربط الثلاث كنائس دول ببعضهم. كان احتفال بيحجلوا الناس من كل الأماكن، وبرضه بطل بالحركة الإصلاحية بعد كده. لو تبصوا على الكنيسة بتاعت جروس مينستر، كل المباني اللي على النهر مبنية إما موازية إما عمودية على النهر، إنما الكنيسة دي واخدة شكل مائل. المحور الطولي بتاعها معمول علشان يبقى عمودي على القدس. دي كنيسة السيدة فراو مينستر، وده الضفة الشرقية الجروس مينستر والفاسر كيرش الناحية التانية. الفاسر كيرش دي كانت زمان يعني شبه جزيرة صغيرة كده يعني، وكانت مفصولة عن الضفة بقناة صغيرة. النهاردة المكان ده كله اتقفل وبقى انضم لبعضه، انما الكنيسة في نفس المكان بتاعها. قدام الكنيسة على طول في التمثال بتاع أولريش فينلي اللي هو سنة 1522 كان هو الراعي بتاع كنيسة جروس مينستر الديري الكبير، وهو اللي ابتدى الحركة الإصلاحية الدينية. الحركة الإصلاحية الدينية ده هي كانت مش بتؤيد التبجيل وتقديس الشهداء والاحتفاء بيهم، فتم تهريب الجسامين بتاعت فيليكس وريجل أكسبورانتوس من كنيسة السيدة لبلد في الجنوب. وفضل يعني رغم التاريخ ده كله فضل المكانة بتاعتهم محفوظة لهم في زيورخ. تحت الكنيسة على طول مش عارف الشاور هنا تحت الكنيسة الشبابيك الصغيرة اللي احنا شايفينها ده، هي دي بتاعت الدور الأرضي. الدور الأرضي فيه أثار كتيرة، منها صخرة هي اللي بيقال ان تم إعدام الشهداء الثلاثة عليها. بعد كده سنة 1950 أو 51 تم بناء كنيسة تانية في غرب مدينة زوريخ، يعني مش في نفس المكان، باسم فيليكس وريجولا. فيها النهاردة جزء من الرفات، إنما الرفات الأصلي كله لسه متشال في أندرمات في المكان اللي هم تم تهريبهم فيه. دي قصة فيليكس وريجولا باختصار وإكسوبرانتوس. دورهم كبير زي ما احنا شايفين، وتأثيرهم ما زال لغاية النهاردة. في قديسة تانية مشهورة تابعة للفرقة دي، يمكن شهرتها معروفة هنا في مصر أكتر من الناس اللي أنا كلمت عليهم فيليكس وريجولا، اللي هي القديسة فيرينا. القديسة فيرينا دي قصص بتاعتها بتختلف برضو عن في بدايتها. بس القصص اللي بدل ما اقعد احكي كذا فيرجن، يعني القصة اللي الموثوق فيها ان هي اولا من صعيد مصر، بلد جنب بني سويف. فيرينا ده اسم قبطي قديم معناه السمرة او الزهرة او الحبة المباركة. اتعلمت اصول التمريض او بداية التمريض، و بتختلف بقى القصص هنا ما بين هي سافرت مع الكتيبة الطبية ولا هي سافرت إيطاليا قبل الكتيبة الطبية. القصة الراجحة إن هي سافرت إيطاليا قبل الكتيبة الطبية بسنوات وعاشت هناك في ميلانو. هي كانت واحد من الجنود بتوع الكتيبة دي اسمه فيكتور، كانت هي خطيبة، ما كانوا مخطوبين لبعض. وهي في ميلانو لما جالها انباء المذبحة بتاعت الكتيبة بتاعت موريس القديس موريس، راحت من ميلانو على الفاليه. كانت المذبحة انتهت، ما عملتش حاجة وما قدرتش تعمل حاجة غير انها تساعد في الدفن الجثث او في تكريم الجثث يعني، واتجهت شمالا الى بلدة صغيرة اسمها ثلاثورن على نهر الآر، وعاشت هناك في كهف صغير. الطريق للكهف يعني
أنا متخيل وحده، مش أنا مشيت فيه ده، الصور دي أنا عاملها وأنا ماشي هناك. مكان ضيق، يعني جدران يمين وشمال وأشجار عالية وجدول مية ماشي على اليمين وعلى الشمال، واحد عمال مرة يعدي يبقى الجدول يمين ومرة يبقى الجدول شمال، وبعدين مرة واحدة الجدران دي بتتفتح وتلاقي الوادي، مش وادي طبعا، فتحة كبيرة كده اهو، على الشمال فوق في الكهف اللي النهاردة معمول له الـ 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 الشرفة ده هي والتندة ده هي، ومبجلين المكان اللي هي كانت موجودة فيه. عاشت في المنطقة دي سنوات طويلة، اتعرفت طبعا على أهالي المنطقة المحيطة، كانت في واحدة من القصص يعني في واحدة بتباع لها منتجات يدوية هي بتعملها وبتساعد بها على أنها تعيش، وهي لما اختلطت بالناس لقيت أن عندهم عادات غير صحية وغير يعني مش يعني غير صحيح، يعني الناس كلها بتحب الحكاية دي بس أنا شايفها حكاية تريفيال يعني. صحيح مشهورة جدا بأنها علمتهم أصول النظافة، علمت أهل المنطقة أصول العناية بنفسهم، علمت البنات بالذات أصول الطهارة والنظافة، وطبعا في كل ده كانت يعني بتمثل شخصية مسيحية، فطبعا الناس كانت بتنجذب للشخصية الطيبة دي، وكان وجودها عامل برضو مساعد من عوامل انتشار المسيحية. حصلت معجزات شفاء كتيرة على إيديها. وبعدين بعد سنوات طويلة سابت المنطقة واتجهت إلى الشمال الشرقي تقريبا، وصلت عند نقطة التقاء نهر الآر بنهر الراين، النهر الراين اللي هو بيطلع لغاية ألمانيا فوق غير الرون اللي قلنا عليه تحت. القصص أو الأساطير اللي عليها بتقول إن هي في نقطة التقاء النهرين كان في جزيرة موبوءة بالأفاعي والحشرات، فهي صلت علشان تطهير الجزيرة دي، والجزيرة دي اتطهرت بالفعل وعادت فيها فترة، إنما شهرتها جابت الناس حواليها برضو تاني طلبا للشفاء وتبرك والتبرك بها. فبعد شوية سابت الجزيرة دي كمان وراحت شمالا أكتر لمنطقة النهاردة على الحدود بين سويسرا وألمانيا اسمها سورساخ. عاشت هناك فترة وفترة طويلة لغاية نهاية عمرها. في قصص كتيرة جدا عنها هناك، وبرضو معجزات كتيرة بترافقها وبركتها في علاج المرضى، وكان في منطقة فيها مرضى الجزام أو البرص كانت بتروح هي بنفسها تعالجهم وتعالج جروحهم وتباركهم وتبارك لهم إنهم أو تدعي لهم إن ربنا يشفيهم. شهرتها كانت ممتدة برضو لغاية التاريخ ده. في آخر 10 سنين من عمرها طلبت إنها، أنا عمال أختصر وأنا مش واخد بالي، هي لما راحت سورساخ كان في كنيسة هناك أوريدي، فطلبت من الراعي بتاع الكنيسة إنها تعيش معاهم، فعاشت معاهم وكانت بتشرف على إدارة سكن أهل الدير والدير نفسه. وفي خلال السنوات ده ظهرت شهرتها وظهرت معجزاتها الكتيرة. في آخر عمرها أو في آخر 10-12 سنة من عمرها طلبت من راعي الكنيسة إنه يبني لها صومعة تعتكف فيها. عاشت في الصومعة دي، كانت تقريبا أول شخص راجل أو ست معروف في أوروبا يعتكف في 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 يعتكف في مكان يقعد يتعبد فيه بقية عمره. عاشت في المكان ده لغاية لما ماتت في المكان نفسه اللي هي اللي معتكفة فيه، واتبنى فوق منه الكنيسة بتاعتها اللي هي موجودة لغاية النهاردة، كنيسة لونها روز عشان هي واحدة ست جميلة. كنيسة من جوه لما الواحد يدخل مش كبيرة، صغيرة الحقيقة، في الوش في المنزل تحت ده في المكان اللي فيه الرفات بتاعها،
فوق الباب مطرح ما الواحد دخل في الأورج فوق، كنيسة صغيرة لكن جميلة جدا. من بره الكنيسة على بابها نبص نلاقي فيه تمثال صغير، تمثال بيمثل القديسة فيرينا واقفة بتواسي واحد أو واحدة جنبها وشخص ثالث جنبهم. أنا شكل التمثال كده بيوحي لي بإحساس مصري من خلال غطاء الرأس أو تسريحة الشعر وتدرج الثلاث رؤوس. القديسة فيرينا من أشهر القديسات في أوروبا العربية برضو النهاردة. بنات كتير مع مختلف الثقافات والجنسيات بيتسموا باسم فيرينا. قديسة معترف بها برضو في الكنائس الثلاث الرئيسية، هي القديسة الراعية لمدينة تسورساخ دي لغاية النهاردة في المقاطعة اللي هي فيها، ومدينة شتيفة في مقاطعة زوريخ، وهي مؤخرا في العشر سنين اللي فاتت بقت هي القديسة الراعية لمدينة بازل وبرن واليورا وسولوتورن. والعيد بتاعها في يوم وفاتها 4 سبتمبر. إنما في زوريخ أو في شتيفة بيحتفلوا بيه في 1 سبتمبر. العملة بتاعت سويسرا المعدنية عليها صورة رأس وسيدة. ناس كتير بتؤكد إن السيدة دي هي، يعني شيء غريب إن ما فيش تأصيل للقصة دي، بس ناس كتير بتؤكد إن السيدة دي مقصود بها فيرينا نفسها. في ناس بتقول لا دي فيرينلي دي شخصية من الشخصيات اللي في القصة بتاعت ويليام تيل البطل السويسري المعروف. إنما معظم الآراء بتتفق على إن فيرينلي دي هي فيرينا المصرية. العملة الذهبية دي من فئة 20 فرنك أو 100 فرنك اتسكت على مدار حوالي 50 سنة من أواخر القرن 19 لغاية نص القرن 20 على مناسبات متفاوتة. الناس اللي زاروا السفارة السويسرية في القاهرة أكتر من زمان، يعني لما كانوا بيسمحوا لنا إن احنا ندخل ونتمشى جوه يمكن يفتكروا التمثال بتاع فيرينا اللي جوه السفارة السويسرية ده. فيرينا دي تاني أشهر قصة من القصص الملحقة بقصة القديس موريس. القديس فيكتور اللي هو خطيب فيرينا اللي راح تدور عليه ده، هو وزميله أرسوس كانوا متمركزين في سولوتورن اللي هي في الشمال. زي ما قلت قبل كده الأمر بتاع الإمبراطور ماكسيميان لما صدر كان ساري على كل جنود الفرقة الطيبية كل الكتائب بتاعتهم. فأرسوس وزميله فيكتور خيروا برضو بين الإعدام بين أنهم يتخلوا عن ديانتهم أو يعدمهم، فتمسكوا بديانتهم وبإيمانهم. تم إعدامهم برضو بنفس الطريقة. في روايات بتقول إن نفس المعجزة اللي حصلت لفليكس ورجل حصلت معهم، إن بعد ما رأسهم اتقطعت كل واحد شال رأسه ومشي شوية لغاية لما وقع في مكان اتبنى عليه المدفن بتاعهم اللي بعد كده بقى الدير بتاعهم. أرسوس ده النهاردة القديس الراعي لسولوتون و والمدينة بازل مع فيرينا قلت قبل كده. فيكتور اللي هو الناس بتوع اللغويات بيقولوا ان اصل الاسم ده بؤطر لان البيتا بتتنطق فيلا وبعديها فاول. انا ما فهمش في الكلام ده فما حدش يقوح معايا. فيكتور ده انتقلت الرفات بتاعته واتنقلت لجنيف. اللي يعرف جنيف الحتة اللي اسمها بلان باليل اللي هي بعيد عن مركز البلد، كان في كنيسة هناك اتبنت له وكان هو القديس الراعي لمدينة جنيف برضو لغاية ما قامت الحركة الإصلاحية سنة 1522 واتشال اسمه كقديس راعي للمدينة.
احنا نرجع لسلوطورن تاني، الدير الكاتدرائيه اللي اتبنت هناك، كاتدرائيه ضخمه لطيفه يعني جميله جدا. الجدران بتاعتها عليها لوحات بتجسم، لوحات مجسمه بتحكي القصه بتاعتهم، دي لوحه منهم. جوه الكاتدرائيه في اورج من اكبر الات الاورج في اوروبا. القصص كتيرة جدا اللي تابعة للكتيبة الطيبية دي. كاتدرائية سان جيريون في كولن برضو واحد من أبطال الكتيبة الطيبية، ودي كاتدرائية ماجدبورغ في ماجدبورغ في شرق ألمانيا. والقصص كتيرة الحقيقة زي ما قلت لكم قبل كده، منتشرين من شمال إيطاليا لغاية شمال ألمانيا عند زنتن. المناسبة اللي بنحتفل بيها النهاردة، أو اللي احنا يعني قلنا عليها عنوان المحاضرة، اللي هو مرور 1500 سنة على إنشاء دير القديس موريس في الفاليه. في واحد قديس اسمه تيودور سنة 350 سنة 350 نهر الرون فاض، فكشف عن مقابر جماعية. أهالي المنطقة استدعوا القديس تيودور اللي هو كان الراعي بتاع كنيسة أكتودورم اللي هي النهاردة مدينة مارتيني في جنوب سويسرا برضو، وكشفوا عن الجسامين دي. ومن شهادات الناس الأهالي المنطقة اللي هم الجيل الثاني أو الثالث بعد واقعة المذبحة، أثبتوا انتمائهم لقصة الكتيبة الطيبية، فبنى عليهم لموا الجسامين حطوها في مكان، حوريكم الصور دلوقتي، تحت جرف صخري، وبنوا هناك كنيسة صغيرة أثرها لسه موجودة لغاية النهاردة. الكنيسة دي تطورت عبر السنوات لغاية لما سنة 515 تم بناء دير يحمل نفس الاسم. 515 والنهاردة 2015، العالم كله كان بيحتفل بمرور 1500 سنة على إنشاء الدير. الدير ده أقدم دير في العالم الغربي كله، وأقدم دير في العالم، أقدم دير in continuity مستمر يعني في عمله من يوم ما اتفتح. أقدم دير على الإطلاق كان في مصر زي ما احنا عارفين، بس ما هوش يعني أقدم دير in continuity بعد كده هو دير سانت كاترين، بس دير سانت كاترين اتعمل سنة 580، أنا هنا بقول 515. الأديرة اللي قبل كده اللي ابتدت في مصر في القرن الرابع مش موجودة النهاردة. الدير ده النهاردة هي دي الصورة بتاعته، ده الجرف الصخري اللي على يمين الصورة اللي مبني تحته الكنيسة الأول وبعدين بقى الدير. لما نبص لها من فوق هنلاقي الجرف في أعلى الصورة، وبعدين الكنيسة المبنى الحالي بتاع الكنيسة عمودي على الجرف ده، وبعدين المبنى المربع والحوش اللي فيه هو ده مبنى الدير اللي عايش فيه الرهبان والنساك لغاية النهاردة. المكان الفاضي اللي في أنا آسف المكان الفاضي اللي عند البرج ده هو اللي كان فيه الكنائس القديمة. الشكل الحالي للكنيسة الحالية هو البناء الثامن للكنيسة. الكنيسة دي اتهدت قبل كده 7 مرات بفعل انهيار الصخور عليها من الجرف الفوقاني، او بفعل الحرائق، او بفعل السطو عليها. الشكل الحالي هو الشكل الثامن. ده الباب بتاعها، الباب الرئيسي. الصورة اللي عليه بتبين الصعود بتاع السيد المسيح. ظهر الباب ده عليه اسماء 270 شهيد مسيحي في أنحاء العالم مكتوبين ب 27 لغة. لما ندخل جوه الكنيسة على اليمين على طول في الأورج بتاع الكنيسة، وبعدين على الشمال جسم الكنيسة نفسه بالكراسي بتاعة المصلين. الشبابيك اللي على اليمين وعلى الشمال عليها
لوحات بالزجاج الملون بتحكي قصة الكتيبة الطيبية. أنا اخترت منهم شوية معرفش كده يبانوا ولا لا. اللوحة اللي على الشمال بتبين الكتيبة الطيبية وهي أو الفرقة الطيبية وهي بترحل بالمراكب. اللوحة اللي على اليمين القديس موريس وهو بيجدد العهد اللي قدام المذبح اللي بيحمل الصليب. اللوحة اللي على الشمال بتبين وقوف القديس موريس. واضحة ولا مش واضحة؟ بتبين وقوف القديس موريس قدام الامبراطور ماكسيميان يعترض على اوامره. العلم بتاع الكتيبة بتاعته في ثلاثة فيرجنز. ثلاثة يعني فيرجن ثلاث أصول لقصة العلم السويسري. في قصة منهم بتقول ان العلم السويسري بيرجع للعلم بتاع كتيبة القديس موريس اللي احنا زي ما احنا شايفينها هنا هو فوق الكتيبة بتاعته. اللوحة الرابعة بتبين اعدام من افراد الكتيبة الطيبية. واللوحة الخامسة بتبين صعود ارواحهم الطاهرة للسماء. دي بقايا الكنائس القديمة او المباني القديمة. كل مرة زي ما احنا شايفين السور بيترحل شوية بيوسع الكنيسة شوية. وبعدين بعد 6 مرات قالوا لا نعملها عمودي على الجرف بقى لان كده كتير يعني شوية. فعملوها عمودي على الجرف وبنوا سقف معلق علشان يحميها من الانهيارات اللي بتنزل عليها. زي ما قلت لكم قبل كده في بداية المحاضرة الناس التاريخيين بيرجحهم ان انتشار ان قصص الكتيبة الطيبية وبطولات افرادها كان لها دور في انتشار المسيحية. انا بتكلم عن 286 313 يعني اقل من 30 سنة كانت المسيحية اوريدي مش مجرمة معترف بيها. وسنة 380 اصبحت هي الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية. الاحتفال اللي تم للأسف ابتدى من سبتمبر 2014 لسبتمبر 2015 كان تحت رعاية اليونسكو. وكان في مهرجانات وكان في زيارات وكان في حاجات كتير حصلت. للأسف مصر ما كانش لها دور فيها أو ما كانش لها أي نشاط فيها غير أن البابا تواضروس راح زار الدير في سبتمبر 2014. الكنوز بتاعت نعم اي شكرا الكنوز بتاعت على مدار السنوات كان كل الناس اللي بتيجي تزور الدير بتقدم له كنوز هدايا تقريبا له. فمجموع الهدايا دي تكون منه ما يسمى كنوز الدير القديس موريس. الكنوز دي اتعرضت في اللوفر في باريس ايام الاحتفال اللي بقول عليه ده اللي هو تم السنة اللي فاتت. الكنوز دي نابليون لما احتل سويسرا في اواخر القرن ال18 بيقال انه وده موضوع جانبي يعني انه لما سرق الكنوز بتاعت سويسرا في بيرن مول بيها الحملة اللي جاء بيها على مصر. دي قصة جانبية يعني. بس دير سانت كاترين بكل دير سان موريس بكل الكنوز اللي فيه ده هي زي ما هرب من الانهيارات وهرب من اللصوص وكل حاجة برضو عاش واستمر رغم حركة الإصلاح الديني ل 1522 ورغم اجتياح نابليون لهم. الاحتفال أنا رحت زرت الدير مرتين. مرة قبل بداية الاحتفال في مارس 2014 كانوا يعني بيشتغلوا إذا كان ده شغل يعني إحنا لما بنشتغل بنخرب الدنيا. وبعد كده الشوارع بقت نظيفة ومكوية مع أنها كانت نظيفة ومكوية قبل كده برضو بس هي دي سويسرا يعني. وزودوا شوية أعلام وزرقوا الدنيا أكتر. الاحتفال يعني معلش هقولك من شوية عملوا طابع تذكارية للمناسبة عملوا عملات تذكارية للمناسبة. ده البير جوزيف رودوي اللي هو
رئيس الدير ده هو. دي صورته مع البابا تعدرس لما راح في أغسطس 2014، عملوا له سيرموني مخصوص علشانه. التلات سنة دي اللي في الصورة دي هي اللي فيها الرفات بتاعة القديس موريت القديس موريس والملك سيجيزموند والتالت مش عارف بتاع مين الحقيقة، وتعبت لان بور مش قادر اعرف التالت ده بتاع مين. دي كده للأسف كانت يعني أقصى تواجد مصري موجود كان في الاحتفال بتاع القديس موريس وبتاع المئوية 15 للدير بتاع سان موريس. دي بالاختصار كده القصة كلها اللي كنت عايز أشرككم معايا فيها. أنا صعب عليا جدا إن يعني مناسبة زي دي تعدي من غير ما يكون لها ذكر عندنا. حتى المقالات اللي بتتنشر ساعات يعني من أسبوعين أو حاجة كان في مقالات بتتكتب في الجرائد للأسف فيها أخطاء تاريخية كتيرة. أنا ما بعرفش أرتجل في الكلام فكتبت كلمتين كده عايز أقولهم. يعني إيه اللي نستفيده من قصة زي دي؟ مين الناس دول؟ دول 6600 واحد إنسان عادي زي وزيك، بس كانوا مجندين وكانوا ناس مؤمنين وسافروا علشان يأدوا واجب عليهم، لا فيهم علماء ولا دكاترة ولا مهندسين، ناس عاديين جدا. وبعدين لما توجدوا في موقف الاختبار والاختيار اختاروا ان هم يفضلوا على ايمانهم وان هم يتمسكهم بالشيء اللي مؤمنين به. ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لازم نرجع ورا شوية ونعرف احنا مين. مصر بلد زراعي، أول مجتمع يتبنى على الزراعة. الزراعة بتدي استقرار وبتدي نمط للحياة مسالم، بتتكون مدن لما يبقى فيه هدوء وحياة مسالمة بتزدهر الفنون والعلوم والأداب والفلسفة. عرفنا ربنا ووحدنا بالله من قبل الرسالات السماوية المعروفة. كل ده هو ده اللي بنى المصريين. النهاردة لما يبقى فيه مناسبة زي دي بتحصل زي قصة القديس موريس ومفيش حد عارفها، لما اجي اتكلم عنها ولاقي حتى من المسيحيين المصريين ما هماش عارفينها، ده معناه ان احنا انقطعنا عن تاريخنا، انقطعنا عن جذورنا. طبعا معناه كمان ان محدش بيقرأ، ودي مشكلة مصيبة تانية يعني، بس يعني ياريت الناس تقرأ وتعرف تاريخنا الطويل له. انا مش عارف اذا كان الكلام ده مثبت فيزيولوجيا ولا لا، بس تراكم الخبرات على مدار الاف السنين اكيد بيكون الشخصيه. المصريين عمرهم ما كانوا شعب بيغزو شعب اخر او بيهاجم شعب اخر، كنا دايما قاعدين في بلادنا يعني ما بنعتديش على حد تاني. وناحيه تانية كانت الاعتداءات بتجينا من الخارج كتيرة. آخر 2000 سنة لغاية 52 ولا 53 كان كل الناس اللي بيحكموا مصر غير مصريين. إنما كل ده ما أثرش على مكنون الشخصية المصرية. الشخصية المصرية فضلت موجودة فينا وما زالت موجودة فينا ولازم ندور عليها ونطلعها. الشخصية المصرية دي كانت بتتفوق على المآزخ. يعني احنا رغم حتى الألفين سنة اللي ما كانش فيها حكام مصريين بيحكمونا كنا برضو متفوقين. اسكندرية اللي احنا فيها دي كانت من القرن الثالث قبل الميلاد للثالث بعد الميلاد كانت عاصمة العالم كله. يعني احنا بنتكلم على الفراعنة ونقول احنا اللي عملنا الهرم واحنا اللي عملنا مش عارف ايه، لا احنا عملنا وعملنا بعد كده كمان عملنا. احنا قعدنا 6 قرون اسكندرية دي عاصمة العالم كله. لما جم العرب دخلوا مصر احنا اللي بلعناهم مش هم اللي بلعونا. عمرو بن العاص له كلمة ما حدش يمكن يعرفها كتير، لما دخل مصر قال احنا فتحنا مصر، قال العرب فتحوا مصر بس مصر هيعلموا العرب الحضارة. انا مش فاكر اللفظ بالايه بس هو ده المفهوم. يعني عمرو بن العاص قال احنا العرب فتحوا مصر بس مصر هم اللي هيعلموا العرب الحضارة، هم دول المصريين. عشنا بعد كده للأسف فترة من الظلام أيام حكم المماليك وحكم العثمانيين، وأول ما جت فرصة تانية لنا إن احنا
نحصل الركب العالمي يعني في التطور والحضارة مع بداية عصر محمد علي. كنا على طول متفوقين. العرب اللي دخلوا لنا احنا اللي بقينا متفوقين لهم. حتى العربي بقى احنا الادب في العرب الادب العربي بقى متفوق عننا عن بيتعلموا الاسلام من عندنا. يعني في كل مكان احنا بنبلع الغازم, يعني الغازي جه احنا بنمتصه وبنكبر عليه. طب ايه اللي حصل النهارده؟ ايه اللي مخلينا ما احناش النهارده لما تحصل حاجه عظيمه كبيره زي 25 يناير؟ ايه اللي يخليها تاني يوم على طول كل واحد يقول انا عايز علاوه, انا عايز مش عارف ايه؟ كل واحد عايز حته من مصر. كل واحد البلاد التانية لما يحصل فيها مشكلة ولا مجاعة ولا بتاع, كل واحد يتبرع بساعات عمل زيادة, كل واحد يتبرع بجزء مرتبه. احنا اول ما نعمل صرنا انا عايز فلوس زيادة. ليه كلنا ليه؟ عشان ما فيش انتماء. الناس مش حاسة انها البلد دي بتاعتها. انما لما تقرأ, لما تتعلم, لما تشوف تاريخك وتعرف أجدادك مين, أتكسف من نفسك وتحاول تبقى أبوك وجدك العظام دول, تحاول ترتقي لمستواهم وتحاول تبقى زيهم. لما أشوف الناس اللي زي بنتي قاعدة معانا النهاردة بيفكروا إزاي لما يكبروا يسيبوا مصر. أمال لما كل الناس تسيب مصر ومن مين اللي هيفضل فيها؟ إحنا لازم كلنا نبقى نحس بقيمة بلدنا ولازم نعرفها. إيه اللي حصل لنا؟ إيه اللي أخرنا التأخير ده؟ الجهل. الجهل بيجيب فقر, لان الجاهل ما بيعرفش يقول نفسه, والفقر بيجيب فشية دينية او فشية سياسية. لازم نتعلم من نقرا, لازم نعرف بلدنا, لازم نعرف تاريخنا, لازم نعتز بنفسنا, ولازم نعرف ان مصر دي بتاعتنا قبل ما تكون بتاعت اي حد تاني. مصر دي بتاعتنا كلنا, كلنا, ما فيش حاجة اسمها اهلاوي ولا زملكاوي, كلنا كلنا. مش عايز اقول حاجة تانية غير اهلاوي وزملكاوي, لان ما تتقالش كلام, ما يتقالش كلام جديد علينا, لا تربينا فيه ولا شفناه ولا نعرفه ولا عايزين نعرفه. هي دي مصر ان انا ابويا رباني عليها. يمكن الجيل بتاعي عمل غلطة بحيث ان النهاردة بقت مصر زي ما احنا شايفين كده, بس يعني النهاردة اللي احنا بنصلح الغلطة دي. النهاردة الجينات اللي انا بتكلم عليها هي اللي طلعتنا تاني في 30 يونيو. الجينات دي اتحركت فينا في اكتر من مرة, في 19 يونيو ما طلعناش عشان عبد الناصر, طلعنا عشان مصر. 6 اكتوبر اللي هنحتفل بيه بكره ده احنا, جيناتنا احنا, احنا المصريين. لازم نعرف الحاجات دي كلها, لازم نعرف القيم دي كلها ونقدرها. في قصه بتتقال برضو عن اسم مصر, ان سيدنا نوح هو قبل ما الطوفان ينحسر كان انا طولت عليكم اسف. سيدنا نوح هو بيلف قبل ما الطوفان ينحسر, كان كل ما بيعدي على بلد بيطلع له الملائكة بتوع البلد دول اللي بيحرسوها عشان يحيوه. فلما جاء فوق مصر ما لقاش ملائكة بتحرسه, فتساءل يعني شايف البلد دي ما لهاش ملائكة ولا ايه؟ فجاله الوحي قال له لا, البلد دي ربنا هو اللي بيحرسها مش ملائكة, ربنا هو اللي بيحرسها. بس مصر ما هيش تراب وطوب وحجارة, مصر بني أدمين. فلو احنا ما تحركناش ربنا هيجيب غيرنا, إن كانش الجيل ده هيبقى الجيل اللي بعده. فالأمر في إيدينا, الأمر يرجع لنا احنا. العلم والقراية والثقافة والانتماء هي دي اللي هتطلعنا اللي احنا فيه. ومتشكر على حسن استماعكم. شكرا. وده معناه اني مش مفروض نتكلم بعد ما هيتكلم. الحقيقة يعني هو فعلا يعني لو احنا فكرنا في المعلومات القيمة دي, تخيلوا ان سويسرا دي تعتبر النهاردة رمز السلام في العالم, بعد بلد السلام في العالم. بلد السلام في العالم دي تعتبر
اتبنى السلام ده اللي بيشيع من سويسرا بالشهداء المصريين اهل الاقصر. يعني اهل الاقصر طلعوا بالشعاع من مصر وهم وابتدوا باللي حصل لهم بالقصه الكلام اللي احنا سمعناه بداوا زي ما نقول ايه الحياه الروحيه بتاعت سويسرا. واشعاع السلام بعدهم يعني التضحيه بتاعتهم دي خلت سويسرا بلد السلام في العالم بعد كده. لو احنا نعرف ان احنا بشهدائنا احنا كنا اساس السلام في العالم، اساس بلد السلام في العالم، دي يحصل لنا فخر كبير جدا. يعني بعد كلام اخويا يحيى الحقيقه انا اقول مش بس مصر بلدنا، دي سويسرا كمان بقت بلدنا خلاص. متشكرين يا يحيى، خلاص بقت تبعنا سويسرا دي. لكن يعني يعني بعد ما سمعنا الكلام بتاع يحيى الحقيقه لما بروح سويسرا بشوفها بعينين تانية خالص. بحس ان انا دخلت بلد عايشة تحت اجنحة شهدائنا المصريين. ف يعني السلام اللي في العالم ده كله بذرته طلع من عندنا من الاقصر. فالحقيقة لما الكلام ده مهم جدا كل واحد فينا يعرفه. كل عشان نعرف الشهيد ده بيأثر ازاي في العالم كله حتى بعدها بآلاف السنين. ف انا بشكر يحيى، وبعدين متهيألي عندكم اسئلة كتير عايزين تسألوها، فحسيبكم انتوا بقى تبتدوا تسألوا. اتفضل يا فندم. انا ليه سؤال حضرتك بتتساءل هم ليه مش معروفين؟ وانا بدوري بتساءل ايه المطلوب يتعمل؟ مين عليه الدور يتكلم لنشر يعني عشان يتعرفوا؟ شكرا. نعم والله يا فندم، يعني انا لوحدي يعني انا عملت اللي اقدر عليه. انما المفروض مثلا، مش عايز اقول المفروض، يعني مش عايز اتكلم نيابة عن حد، بس مناسبة زي مناسبة الاحتفال بالمئوية الـ15 للدير ابتدت وعدت وراحت من غير ما حد يحس بيها. يعني انا يعني من غير ما احرج حد، يعني انا خبطت على بيبان كتير علشان اكلم ونعمل حاجة. علي يعني بيبان اللي خبطت عليها زي ايه مثلا؟ انا بقول مش عايز احرج حد. معلش يعني. لا 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 مش عايز. لا 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 معلش انا اسف، مش هقول حد. فيعني اخطأ وبعت واتصلت وبتاع، ما كنتش بلاقي استجابة الحقيقة. تفضلي يا فندم. تفضلي. نشكرك جدا على العفو، البحث الهائل اللي حضرتك عملته. بس ليا سؤال، هل في دير سان موريس في بامفلت موجود بيه الكلام ده؟ في حاجات كتير. هل مع حضرتك نسخه منه؟ لا ولا موجوده في الكتاب اللي حضرتك نشرته؟ هو انا عملت فيه كتاب تاني عامله بالعربي. انا بعد ما اكتشفت جهل او مش عايز اقول جهل، يعني عدم معرفة الناس بقصة الكتيبة الطبية، فخدت الشابتر ده من الكتاب بتاعي وعملته بالعربي وموجود بره. شكرا. تصدقي. ايوه نمونة. مساء الخير، ونشكرك على الجهد الرائع ده. الحقيقة انا بطالب من ضمن الابواب اللي احنا نخبط عليها هي اعادة كتابة التاريخ، تاريخ مصر، لانه التاريخ في مصر مزور، تاريخ غير حقيقي ولا يحكي عنا حقيقة، لا يحكي عنا ولا يحكي عن عظمة المصريين. وأنا مطالب بتغيير النصوص وإدخال هذه النصوص في التعليم بذات التاريخ. لو حضرتك تتخيل الأمريكان بدأوا في حكاية كتابة التاريخ وهم ما عندهمش مدة طويلة للتاريخ. فأنا بعتقد من ضمن الأبواب اللي نطرحها إن احنا نطالب في مجلس البرلمان القادم إنه التعليم وبالذات التاريخ يعاد كتابته حتى نبني الانتماء للمصريين. أعتقد كده. تمام. شكرا. تمام، أنا معاك في تحت أمرك. كارول. تعليم في مصر كبير جدا، واصلا التعليم في مصر
جامعة مالي المدن وبشوف البرودكت اللي بيجي من المدارس ولازم نبتدي في حتى البرايم سكول وفي سن صغير بالمنهج تمام ونتعلم التعليم بطريقة أخرى صح صح أنا فاكر حياتي كان بنتي في المدرسة في 12 سنة كان فتحت كتاب المدرسة اسمه كفاح شعب مصر وطبعا العربي بتاعي مكسر آخر سنين أنا كنت في الليسيه في اسكندرية كانت لسه قبل ما تبقى المعاهد القومية فكانت الكتب بتجينا من فرنسا ومدرسين فرنسويين وكل حاجة كانت كتب التاريخ اللي فيها ذكر الحضارة المصرية القديمة مثلا فيها معلومات أكتر من الكتب المماثلة في المدارس الحكومية وكانوا المدرسين الفرنسويين مش بيتريقوا يعني بس بيقولوا ان الفرنسويين يعرفوا عن بلدكم عن تاريخ بلدكم القديم اكتر من اللي انتوا تعرفوه ففعلا التعليم عندنا محتاج بس مثلا ولاد اختي في انجلترا بياخدوا في المدارس هناك ايجيبشن سيفيلايزيشن ودي حاجه يعني مهمة عندهم جدا فيري براود وده في المدارس الحكوميه او المدارس العاديه تمام حتى وفي البرايمري سكول بياخدوا ايجيبشن سيفيلايزيشن ليه من لا يا ريت ميرسي يا كارل حضرتك عايزه ايه ده مش اتفضلي هو حضرتك بتقول انه ليه في مصر ما بقيناش رمز للسلام ليه في مصر وحاجة زي الكتيبة الطيبية دي ما بقتش رمز للسلام إذا كانت كل الحقبة القبطية في مصر مش موجودة في كتب التاريخ فيعني أنا مش قادرة إحنا بنلوم مين هو ما فيش يعني التاريخ القبطي ده غير وارد خالص مش موجود خالص فأنا هاجي أتكلم على سان موريس وكل اللي طلعوا من المدارس في الخمسة وستين سنة ولا سبعين سنة اللي فاتوا دول ما يعرفوش ان كان في حاجة اسمها حقبة قبطية في مصر وان اللغة القبطية دي متخذة من قدماء المصريين وان السنة القبطية هي السنة المصرية محدش عارف الكلام ده لما بروح في احتفالات الهوية المصرية